بالعودة للشأن العراقي وفي إطار العمليات العسكرية لتطهير مناطق الصحراء الغربية والبادية من فلول تنظيم داعش، استعادت القوات الحكومية العراقية 36 قرية ومساحات تقدر ب 4200 كيلومتر مربع. معي عبر الهاتف من بغداد العميد يحيى رسول المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة. مساء الخير، أهلا بك معنا. بداية، ماذا يمكن أن نعرف كمعلومات عن آخر تطورات هذه الجبهة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم وعلى مشاهديكم. أهلا وسهلا. حقيقة منذ أن شرعت قطاعاتنا بعمليات تطهير الجزيرة التي تربط ما بين ثلاث محافظات وهي صلاح الدين ونينوى والأنبار، كان تقدم قطاعاتنا من عدة محاور مسنودة بالقطاع الجوي العراقي المتمثل بطيران الجيش. استطاعت قطاعاتنا خلال الأيام التي مضت من تحرير وتطهير مساحات شاسعة وكبيرة، وأيضا تطهير العشرات من القرى، وكذلك تدمير أوكار تواجد عناصر التنظيم الإرهابي ومخابئه، وكذلك تدمير وتفجير المئات من العبوات الناسفة اللي تركها هذا التنظيم الإرهابي في المناطق التي شرعت قطاعاتنا بالتقدم باتجاهها. المساحة الكلية لهذه الجزيرة بحدود أكثر من 29,000 كيلو متر مربع. الآن قطاعاتنا اقتربت من السيطرة وتطهير 50% من هذه المساحة، ولا زالت قطاعاتنا مستمرة بعملية تقدمها. الغاية من التقدم هو أن نطأ كل المناطق الصحراوية وأيضا الوديان العميقة التي تتواجد فيها أوكار ومضافات ومخابئ لعناصر التنظيم الإرهابي لتدميرها، ومن ثم الوصول لتأمين الشريط الحدودي من منفذ الوليد الحدودي إلى منفذ ربيع الحدودي بحدود 667 كيلومتر. وهذا أيضا وضعت خطة في قيادة عمليات مشتركة بإجراء تحصينات وكذلك إدخال التكنولوجيا وأيضا المراقبة الجوية المستمرة قبل القوات المسيرة. طيب، هذه نقاط مهمة. نعم، تابع فيها نقاط مهمة أخذتموها بعين الاعتبار في خطتكم العسكرية هذا، خاصة بأنه معركة الصحراء ليست بالمعركة سهلة، صحيح؟ نعم صحيح. يعني تعرفين حضرتك يعني أنه الصحراء مناطق شاسعة، مناطق كبيرة فيها وديان عميقة مثل وادي القدف وادي حوران، هذه الوديان تتصل بالأراضي السورية. لهذا عملية التطهير هذه المناطق، يعني بالمناسبة هذه المناطق لم تطأها القوات العسكرية منذ عام 2003. الآن قطاعاتنا مستمرة بعملية التوغل في عمق الصحراء، إضافة إلى الجهد الاستخباراتي الذي يرافق العمليات، وهناك ضربات موفقة استطعنا من خلالها تدمير الكثير من معامل التفخيخ والمضافات والأوكار التي يتواجد فيها هذا التنظيم الإرهابي. لكن المهمة الأساسية هي أن تؤمن الحدود السورية العراقية بشكل دقيق، وأشرت في كلامي قبل قليل وضعت خطة دقيقة بخصوص تأمين الحدود السورية العراقية. نريد دائما عندما يحاول هذا التنظيم الإرهابي التعرض يعني باتجاه الأراضي العراقية نقاتل على الحدود، لن نسمح مرة ثانية لأي عنصر من عناصر التنظيم الإرهابي أن يدخل الأراضي العراقية، وهذا ما نعمل عليه من خلال عمليات التطهير التي تخوضها قطاعاتنا. أنا أشكرك جزيلا من بغداد سيادة العميد يحيى رسول المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة.